أمام ضيفه حسنية أكادير، وفي مدينة سلا الفتح ضرب بقوة وأسقط أسفي برباعية نظيفة. تقرير ليوسف سهيلي. الهجوج أراد إهداء فوز للراحلين الأربعة من جماهير الوداد. الفريق أرادها عودة لسكة الانتصارات، كل ذلك قابله خصم لطالما أذاق الوداد الحنظل في الدار البيضاء. لم تبدو المباراة كذلك مع بدايتها. هدف مبكر لأمي العطوشي وهو الأول له رفقة الفريق الأول، لكن خروج بن رابح مصابا في ثلث الساعة وغياب الموقوف النقاش كشف خللا كبيرا في دكة بدلاء الوداد. استلمت الحسنية زمام الوسط وتمكنت من تعديل الكفتين من أولى فرصها برأسية محمد الطوس نهاية الشوط الأول. بدأ أهل سوس النصف الثاني تماما كما أنهوي الأول. ابن البيضاء إسماعيل حداد منح التقدم للضيوف في الدقيقة 57. بكاري كوني رفض الهزيمة وأنقذ الوداد من أول سقوط بالميدان، والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة. أربع نقاط تفصل الوداد الأول عن الحسنية صاحب المركز الخامس. في سلا يوسف فرتوت والذي